يقول السائل: بالنسبة لصلاة المفترض، هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض؟ كلا الأمرين يجوز. أولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه، بعض الصحابة، ثم يخرج ويصلي بقومه، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول ثم يذهب ويصلي بقومه، فدل هذا على جواز صلاة المتنفل، لأن الصلاة الأولى مع الرسول هي الفريضة، ثم يخرج ويصلي بقومه، هم مفترضون وهو متنفل، دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وكذلك صلاة المتنفل خلف المفترض، يجوز أن يصلي نافلة خلف المفترض. نعم.